سلام غزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ولا الفيديو ديالي، ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو، وما تبخلوش عليا باللي لايك والتعاليق ديالكم. اليوم جيت لكم فيديو جديده. اليوم غنكمل لكم الفيديو ديال المشتريات ديالي لرمضان ان شاء الله. غادي نبدا معكم دابا في الفيديو، خليكم معي. اول حاجه البنات، خديت هاد الباتور من مولينكس، زوين صراحه، خديته في مرجان، لقيتهم دايرين لي بروموسيون ب 249 درهم. صراحه شحال هذا وانا باغا ناخذ شي باتور وخديته. المهم هو هذا، نوريه لكم، كيجي بحال هكا. وصراحه باش عجبني انه عنده هاد البلاصه كتقدروا انكم تفيكسيوه مع مثلا شي زلافه، الا كنتو كتطلعوا فيها شي كريم ولا شي حاجه كتقدروا انكم تفيكسيوه وتخلوه كيخدم راسو وانتم كديروا شحال من حاجه كتكون عندكم مثلا. المهم كيجيو معاه هادو بحال هكا، هادو ديال البلاستيك وهادو ديال الحديد. المهم ديكم هذا في مرجان كيدير 249 درهم بروموسيون. هنا البنات خديت مايس ولا الذرة، خديت هنا 6 ديال لي بواط، خديت هنا لي شامبينيون. عرفتوا لي شامبينيون كنستعملوهم بزاف في المبلحات وداك البريوات، شحال من حاجه كنعمروها كنحتاجو لي شامبينيون. وهنا البنات خديت مايونيز، خديت هاد الجوج، لاصوص ديال الصوجة. هنا خديت لي فلون ديال فاني شكلاط و فريز، خديت لا كريم شونتيي، هنا قهوة و كونفيتور. خديت هنا هاد العطرية ديال البيتزا، زوينة صراحة، كتعطي داك لوغو ديال البيتزا، فيها تتبيله ديال البيتزا، فيها الزعتر، الحباق، الملحه ديال البحر، الفلفل الاحمر، البصل المجفف والثوم. هنا خديت لاموتار، خديت هاد الخبز ديال الشاورما، صراحه كيعجبني هاد العيش، كتقدروا ديروا بيه دي ساندويتش، بزاف ديال الحوايج. خديت هذا ديال الهامبرغر، وخديت هاد بوريسيما، هذا صراحه كندخلو في التحليات ان شاء الله في رمضان، غنشارك معكم التحليات اللي غنستعمل فيهم هاد بوريسيما. هنا خديت هاد مكاشير، غير تشهيتو ديال الكروفيت، وهذا ديال ديال سوريمي. خديت هنا سوريمي هاد لي باتوني. هنا خديت الزبده، خديت هاد جوج صغار، احسن من انكم تاخذوا وحده كبيره. خديت هاد، انا صراحه ضد ضامات ديال البنه، ما تعجبونيش، ما كنستعملهمش نهائيا، ولكن هادي بالنكهه ديال الثومه بعض المرات كندخلها في بحال ملي كنبغي نصايب دوك لي كروكيت ديال لي كروكيت اللي كندير فيهم دجاج ولا لدان، كندخل فيهم هادي، كيعطي واحد لوغو زوين. هادو هما فاش كنستعمل هاد الضامات ديال الثومه. هنا خديت الشعريه الصينيه، خديت الشعريه الصينيه في رمضان، كتدخلوها في البسطيلات، كتدخلوها في بريوات، بزاف ديال الحوايج كتعمروا بها. انا كنصايب حتى واحد الكغاطان، كنصايبو حتى هو بهاد الشعريه الصينيه، كندخل هاد الشعريه الصينيه في هذاك الكغاطان. غادي نشارككم معكم حتى هو كيكون بالخضر، كيجي صراحه زوين وصحي. هنا خديت هاد الورقه ديال الفيلو، صراحه زوينه، كتقدروا تقادو بها بريوات، سيجار، دوك الحلويات الشرقيه بزاف، كتجي مقرمشه وزوينه، انا كتعجبني، كيعجبني نقاد بها البريوات.
هنا طبيعة الحال خديت اتاي سلطان هنا خديت الفيري ديال الغسيل المعان او جافيل هنا خديت هاد الرجيلات ديال الدجاج صراحه كيجو زوينين بغيتو ديروهم في الفران ولا بغيتو ديروهم مع الروز صراحه كيجو زوينين وكتقدروا تستعملوهم في بزاف ديال الحوايج الا خديتو هذيك اللي كيكون فيها ديجا وما مستفين كتقام عليكم غاليه على انكم تاخذوهم بالكيلو كيجي كيعطوكم كميه كثيره وهنا خديت لادند لادند كتعرفوا كنستعملوها بكثره في رمضان مثلا في الشهيوات في بزاف ديال الحوايج كنستعملو فيهم لادند خديت هاد لاكريم ديال بريزيدون خديت ثلاثه وشفت لادات لقيتها باقا حتى شهر تسعود داكشي علاش باش لا تعود بريمه ولا شي حاجه هنا خديت ثاني اذا كانت خاصاني وخديت هنا اوريو هذه الا بغيت نديرو في بغيت نديرو في شي ديسير ولا شي حاجه داكشي علاش خديتو خديت هذا البسكوي ديال مرجان صراحه زوين والطعم ديالو واعر هذه ثاني مره تناخذو عجبني بزاف داكشي علاش تقدروا تشربوه مع اتاي ولا بنين صراحه بنين كنوصيكم به هنا خديت الشوكولا ديال اكفيتي ديما تناخذ تنشاركو معكم صراحه هذا كيتقام اقتصادي وحتى لوغو ديالو زوين وهنا بطبيعه الحال دانونات هنا خديت الكونفليكس هذا اللي كنت شاركت معكم ديال ايكو صراحه كيتقام زوين ورخيص هنا خديت هاد الرايب عرفتو هاد الرايب صراحه تيكون زوين 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 بزاف ومنعش خرجوا فيه دابا حتى هاد لوغو جديد ديال الفراوله هنا طبيعه الحال هاد البابي ديال الكويسون لي ديال الطبخ ضروري هذا كيتقام ديال المرجان تيتقام اقتصادي يمكن داير شي 16 درهم ولا شنو هاد لي رولو اللي فيه كيكونوا كبارين وكيبقى عندكم مده طويله بطبيعه الحال هاد البابي ديال التواليت هنا خديت شويه ديال الروز ديال لاباط وهنا خديت هاد الجيب الحلواني بان ليا ما عقلتش شحال دايرين ليه يمكن واش شي 11 درهم ولا شي حاجه بحال هكا ولا 14 درهم يمكن قلت نجربو واش زوين حيت الصراحه انا ما كيصدقوش ليا هادو الا كان كيصدق ليكم شي واحد خلوها ليا في التعليقات صراحه يلا قلت هذا نجربو نشوف واش غيصدق ليا هنا دايره السميده رقيقه كنستعملها انا في التحليات في رمضان وكنستعملها حتى في الحريره كتعجبني الحريره ديال السميده كتجيني خفيفه وهنا البنات طبيعه الحال خديت الماء وهنا خديت الفينو خديت 10 كيلو و10 كيلو ديال الطحين وهنا البنات خديت الحوت حيتاش كتعرفوا رمضان ضروري الحوت شي حاجه اساسيه بحال هاد السيبيا ولا كالامار ولا الكروفيت كنستعملوهم بزاف في بريوات بسيطيلات بحال هكا ولا الحوت كنقدروا نقليه في الفطور كاين الناس اللي كيعجبهم انهم يقلوا الحوت تقريبا يوميا كيقلوه في الفطور هنا خديت شويه ديال السيبيا هنا السيبيا دايره دابا وصلت 60 درهم يعني 12 ريال الكيلو هنا خديت 2 كيلو هي صراحه انا كتعجبني على الكالامار تيكون اصلا مؤخرا بديت كنلقى صغير ما كيعجبنيش بزاف المهم هنا كتجيني هي كتقام اقتصاديه وكتجي حسن وهنا خديت شويه ديال الكروفيت تقريبا كيلو ديال الكروفيت باقي غادي نقيه صراحه ما كنحمش نشري منقي حيتاش ملي شريته منقي ما كتعرفوش لا كاليتي ديالو واش مزيانه المهم هذا كيلو ديال الكروفيت الكيلو دابا داير
100 درهم غادي وكيغلى، غادي وكيغلى بزاف دابا مع كيكون عليه الطلب، وحتى كتكون دابا المنزله ما تيكونش الجو مزيان فما تيكونش بزاف موجود. وهنا خديت البيض ديال الحوت، هذا البيض تيدير 40 درهم الكيلو. صراحه كيجي زوين الا طيبتوه في لاصوص ولا الا درتوه في وسط داك الورق ديال الطبخ اللي كنطيبوا فيه مع البابي الومنيوم، كتدخلوا الفران كديروا غير شويه الملحه والكمون، صراحه كيجي رائع. دابا غسلت هاد السيبيا، وهنا عندي الحوت، عندي هنا واحد جوج حوتات، انا ما عقلت على السميه ديالهم. المهم غادي نغسل هذا الشيء دابا، غادي نفرقهم في البلاستيكات، وغادي نقي كروفيت باش نديرو حتى هو في البلاستيكات. المهم ها نتوما معايا. هنا البنات خديت واحد فروج بلدي، غادي حتى هو غادي نغسلو مزيان وندير ليه الخل. البنات باش نختم معكم الفيديو، غادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديت من الاولي، ما خديت شي حاجه كثيره غير قلت نشاركها معكم. المهم خديت هادو خديتهم في سوق الحد، هاد جوج ديال ليمول ديال الزاج، صراحه شحال هذا وانا باغا ناخذهم. هادو بجوجهم ب 1260 درهم. وهنا خديت هاد المولات الصغيورين ديال هاد لي تارتليت ولا لي ميني كيش، شوهم تيجيو على هاد الشكل. خديت هنا 20 وحدة كيديرو 2 دراهم الوحدة. هنا خديت هاد القطعة ديال البيتزا، حيتاش الصراحة ديك اللي كانت عندي ما كانش صحيحة، هادي ديال العود، يديها ديال العود وصحيحة فغيمون صحيحة. خديت هاد العيبات هادو، كيمكن لكم ديروا فيهم فريت ولا لي سيجار ولا بزاف ديال الحوايج، صراحه كيجيو فنيونين في المنظر ديالهم. هادو دايرين 13 درهم الوحده، هادو خديتهم في سوق الحد حتى هما. انا خديت هنا 3. وفي كارفور خديت هادو راه خرجوا العام اللي فات. غير انا يلا تكتب لي ناخذهم. هادو لاود كديروا فيهم التمر ولا شباكيه، صراحه فنيونين، انا كيعجبوني ديما كنقول حتى ناخذهم وتكتب ليهم اليوم. المهم هما ديال الزاج كيجيو بحال هكا، نوريكم التحت ديالهم. نديرهم لكم فوق هذا خضر باش يبان لكم، كيجيو بحال هكا. اوكي تسد
يتفادوا بهاد الغطاء ديالهم. صراحه فنيوين في الشكل. هادو خديت فيهم ثلاثة حتى هما، لقيتهم في كارفور زايدين لهم في الثمن، كانوا نورمالمون كيديروا 9 درهم، لقيتهم تيديروا وحدين صغارين كيديروا 12 درهم والكبار تيديروا 15 درهم. وصافي هادو هما المشتريات اللي خديت، قلت نشاركهم معكم. هنا كتسالي لا فيديو ديالي، كنتمنى الفيديو اللي قدمت لكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلي لايك والتعاليق ديالكم، تستناوني فيديوهات جايه ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.